أنا محتاج إليك. قافلة مساعدات انطلقت من تركيا باتجاه الأراضي السورية. القافلة التي تسعى لمساعدة المتضررين في سوريا توجهت من مدينة غازي عنتاب إلى الشمال السوري الذي يشهد تصعيدا عنيفا من قبل قوات النظام وخصوصا في مدينة حلب. إننا نعبر عن وقوفنا إلى جانب إخوتنا السوريين، وإننا نحيي كل شعبنا التركي ومحبي الخير لمساهمتهم في هذه الحملة، وندعو ربنا بأن ينهي مأساة إخوتنا السوريين، وإننا على يقين بأن الحق سينتصر وأن الباطل سيهزم ويزهق. الجمعيات التركية بدورها تسابقت في العديد من الولايات للمشاركة في الحملة، حيث تم تأمين 16 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وألبسة. جمعية إليكدير المشرفة على الحملة تقول إن توزيع المساعدات سيتم عبر إحصائيات قدمتها الجمعيات السورية المشاركة في الحملة. نحن منسقين لمنبر الأناضول في الداخل السوري، وهي الحملة كانت بإشراف منبر الأناضول وبتنسيق مع منبر شام لتوزيعها في الداخل السوري. تقريبا اليوم 20 سيارة شاحنة كبيرة راح يتم توزيعها في مناطق حلب وإدلب وحما والرقة. مسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة إضافة لعدد من المسؤولين الأتراك كانوا حاضرين في الفعالية التي أقيمت قبيل انطلاق القافلة، عبروا خلالها عن الجانب الإنساني الصعب والأحداث الدامية التي تمر بها سوريا. ولم يكن من هذا النظام المجرم إلا أن استعمل كل قوته العسكرية وقوته الإجرامية، استعمل تلك البراميل المتفجرة التي لم يستعملها أحد في العالم، وهذه البراميل العمياء مهمتها أن تقتل الأبرياء وتهدم البيوت على أهلها. منسق شؤون السوريين وجه رسالة إلى السوريين خلال الاجتماع، دعاهم فيها للتكاتف والتعاضد للوقوف في وجه هذه المحنة الصعبة. En büyük zulmü yaşayan, sıkıntı yaşayan benim Suriyeli kardeşlerim var oralarda. بضمن هذا التشتت وهي الفوضى وهي الفرقة، مع الأسف اللي عم بيعاني من هي الفرقة بشكل أساسي هو الشعب السوري المظلوم. هذه القافلة التي تسعى للتخفيف عن السوريين قد لا تفي بالغرض في ظل الكارثة الإنسانية في سوريا، إلا أنها قد تخفف جزءا من المعاناة، وكما يقول المثل بحصى بتسند جرة.